بدأت عملية نقل 3 أسود إلى هولندا بعد إخراجها في تشرين الأول أكتوبر الماضي من حديقة للحيوانات في جنوب ألبانيا بسبب ظروف احتجازها المزرية. وبحسب منظمة فور بوز الدولية للرفق بالحيوان، ستنقل الأسود 3 البالغة حوالي 15 عاماً إلى مركز في هولندا بعد محطتها المؤقتة في حديقة الحيوانات في العاصمة الألبانية تيرانا. وتتمتع الأسود بصحة جيدة، لكنها تظهر اضطرابات سلوكية مردها بلا شك إلى ظروف الحياة غير الملائمة في المنتزه الحيواني الصغير المحاط بالمباني في العاصمة تيرانا.